السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيك يا حبايب، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. في فيديو النهاردة ان شاء الله هقول لكم على طريقة من طرق عمايل القرص. اول حاجة بنجيب الرز وننقيه كويس ونغسله كويس في حل على النار، بننزل بشوية من الزيت، بعد كده بنحط شوية من الرز لعند لما يتحمر وياخد اللون الذهبي، ونفضل نقلب فيه لعند لما ياخد اللون الذهبي كده. بعد ما الرز اتحمر هننزل بقى بباقي الكمية ونقلب بقى كويس. بعد كده هننزل بالملح، نقلب الملح بعد كده هننزل بالمية ونظبط المية كده. انا ظبطت مية الرز، بنغطيه بقى، ولما بفور بنهد عليه النار خالص ونسيبه برضو يستوي على نار هادية. دي كده طريقة من طرق عمايل القرص. في طرق تانية كتير، لو الطريقة عجبتكم ما تنسوش تشتركوا في القناة. أسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.